تعليم رقمي متطور لأولادنا، ده يعني مستقبل أفضل وفرص أكبر. خلونا نروح النهاردة الأربع 1 مارس، وهو ذكرى ميلاد الإعلامية الكبيرة الراحلة صفاء حجازي، اللي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1962، وشغلت يعني قبل رحلها في عام 2017 عدة مناصب قيادية، منها رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون. هنروح سويا يعني نعرض تقرير لحضراتكم عن مسيرة الراحلة صفاء حجازي، ونشوفكم بكرة إن شاء الله في يوم جديد على شاشتكم، شاشة DMC.